صباح الدراري، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد مع يوبانا طاب جيمري. اليوم وكالعادة خصصنا لكم هذا الفيديو في اطار التعلم ديال الاله ديال الجيمري، الاله اللي كنعشقوها جميع، كنحبوها كاملين وبغينا نتعلموا ليها وبغينا حنا نوليو فيها يعني عازفين ومتمكنين منها. بطبيعة الحال هذا الفيديو غادي يكون مكمل للفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات هضرنا على الاسئله اللي كانت مهمه لكم، واليوم غادي نتعمقوا في واحد الحاجه اللي كنا شرنا ليها في الحلقه اللي فاتت، اللي هي الطابلاتور. الطابلاتور كنا عطينا ليها واحد الشرح اللي هو بسيط، لكن اليوم غادي نتعمقوا فيها بزاف. فبغيت نشير للدراري اللي كانوا معنا من الاول حتى دابا، غادي يكونوا تعلموا الطابلاتور وغادي يكونوا عارفين كيفاش كنستعملوها وكيفاش كنتعاملوا معها. لكن الحاجه اللي بغيت يعرفوها يعني بالضبط ان ديك الطابلاتور اللي كنا كنخدموا بها فهي كانت مبسطه بزاف، كنا حيدنا فيها شحال من حاجه باش غير حنا نبداو نتعلمو، يعني ما تكونش عندنا ديك العرقله ديال صعيب. هادشي حيدناه بهاد الطريقه ديال التخفيض، خفضنا النقاط، ما بغيناش كنديرو لي نوت اليوم اكثر، ما بقيناش كنديرو باغ اكزومبل تبرويل تبرقيمه، شحال من حاجه كنا حيدناهم. وكنا كنديرو دي مورسول اليوم ساهلين ساهلين، في حين انهم كيتلعبوا غير تروا نوت كاتر نوت وفيهم حركه ديال لافراب سهله. دابا غادي نحاولوا نشرحوا الطابلاتور، يعني غادي نخليكم مع الصوره وغادي تشوفوا الطابلاتور وغادي نعطيكم الريغلاج، يعني الريغلاج اللي كنخدموا به باغ اكزومبل، وغادي نشرحوا حتى هو وغادي تشوفوا كيفاش غادي نمونطيو في الطاب وكيفاش غادي نقراو. بالنسبه كما كتشوفوا في الصوره عندنا اول صوره ديال الطابلاتور. الطابلاتور كما كتشوفوا فيها ثلاثه ديال الليلين، ديجا شرحنا هذه القضيه هذه. عندنا في الصوره ثلاثه ديال الليلين، ويعني كنكتبوا المرصوص السميه ديال المرصوص الفوق، وكنديروا باغ اكزومبل شكون اللي داروا ولا شكون اللي كتبوا. هادشي غير في اطار ديال كما كنقولوا البروتوكول ديال الحاله، مي المهمه هي انه خصنا يعني نحترموا المعايير، في حين ان الطابلاتور راه ماشي يعني شي حاجه اللي غير خرجت دابا، راه شي حاجه اللي هي قديمه كيستعملوها في لا جيتار، جيتار باس صغير. الفرق في لي كورد باغ اكزومبل، عندنا ثلاثه ديال لي كورد هما اللي لي تروا ديال الليلين اللي كنستعملوهم هنا، في حين ان كنستعملو ستة ديال الليلين في لا جيتار، حيت عندنا ستة ديال لي كورد، ربعة ديال الليلين ولا خمسة ولا كاع ستة في لاباس على حسب النوعية ديال لاباس اللي كنستعملو. يعني هادشي كيعتمد على النوعية ديال الآلة اللي كنستعملو، في حين انه كاين السولفيج، ولكن السولفيج حاجة أخرى راه بعيد على هاد الطاب، يعني ماشي بحال تما كنستعملو لي نوت. أنا كنستعملو يعني واحد الطريقة ديال التدريج اللي هو غير أرقام. اول حاجه غادي نتعرفوا عليها بطريقه ديال الطابلاتور هي لي نوت اللي هما متداولين عندنا حاليا اللي كنستعملوهم ملي بدينا لدابا. وكذلك غادي نتعرفوا على الريغلاج ديال الجيمبري باش نحاولوا يعني الفكره توصلوا تكون عامه. عندنا اولا الريغلاج اللي كنستعملوه هو سول ري ري، هذا الريغلاج اللي هو شائع عندنا كاملين يعني في الاله ديال الجيمبري. هذا راه ماشي يعني ماشي تقييد، يعني هذا ماشي الريغلاج اللي هو صافي راه كاين. ملي كيوصل الانسان واحد المرحله ديال انه كيعرف يريغلي وكيعرف شحال من حاجه وكيعرف المقام، يعني المقام اللي كيلعب فيه ولا شي حاجه بحال هكا، راه غادي يقدر يريغلي الجيمبري ديالو على لافوا ديالو ولا على الغناء، يعني الطريقه اللي كيغني بها. يعني ماشي هذا الريغلاج اللي كاين بوحدو، مي كبدايه وكما بغينا حنا نتعلمو راه غادي يعني نستعنو غير بهذا الريغلاج، حيت لابليكاسيونات ولا شي حاجه بحال هكا تقدر تعاوننا نريغليو الجيمبري ديالنا. وبالنسبه لي نوت غادي ندوزو للجيمبري ديالنا باش نفهمو مزيان، وغادي نحاولو ندققو في هاد الاشياء اللي كيعتمدو على لي نوت، وكيفاش نقراو الطابلاتور ديالنا وكيفاش نطبقوها في الاله ديال الجيمبري. دابا كنتقلو للجيمبري ديالنا، واول حاجه غادي نشوفوها هي مساويه اللي هضرنا عليها قبيله ديال سول ري ري. عندنا التحتيه بطبيعه الحال عندنا سول، هادي هي النوطه ديال سول، وعندنا الوسطيه فيها ري، مي كنقولو ليها ري ايغو، وعندنا الكراف اللي هي ري كراف في الدير. يعني عندنا الجمبري مساوي ومقاد. دابا غادي ننتقلو لي نوت، لي نوت اللي خصنا نبداو بهم كديبيتون بطبيعه الحال، اللي يعني نعتمدو عليهم في التدريب ديالنا ولا ملي نلعبو شي طرح، يعني نعتمدو على شي طرح اللي كيتلعب غير في هاد لي نوت هادو كديبيتون كالعاده، حيت كاينين دي نوت خرين غادي نتعرفو عليهم واحد شويه. اولا عندنا النوطه الاولى هي في التحتيه اللي كتمثل يعني في الطابلاتور بالنقطه ديال صفر، وعندنا النقطه الاولى اللي كتمثل واحد في التحتيه، عندنا النقطه الثانيه
النقطة الثالثة كنعاودو ان صفر واحد جوج ثلاثة. وعندنا بطبيعة الحال ان الوسطية يعني كتلعب خاوية، يعني ما كنلعبو فيها حتى شي نوطة، كتلعب خاوية. وعندنا الدير ان الدير كنلعبو خاوي كتعتبر صفر بطبيعة الحال، كيتمثل صفر في الطابلاتور ديالنا. عندنا النوطة الأولى وعندنا النوطة الثانية، كنعاودو عندنا صفر واحد جوج. اي فوالا، دابا غادي نحاولو نتعمقو في هاد لي نوط، حيت كاينين دي نوط لي غادي نحتاجوهم هنا لقدام. هادو غير دي نوط لي هما أوليين لي كنستعملوهم لي هما باينين. دابا غادي نحاولو نتعمقو، يعني كاينين دي نوط لي دابا إلا شتو في الطابلاتور انا مثلتهم بلي سلاش، يعني كي بحال قلتي النص ديال النقطه، حيت هما كيتعتبروا الربع، يعني الربع ديال الحاجه. المهم ان النوطه الاولى هي الاولى، يعني في الكورد، في الاكورد ديالنا الا كانت قريبه للحصار كتبان هي ديك سلاش واحد. ان صفر هي خاويه، وان سلاش واحد هي هذه، باش اللعبوها تبان في المقام. نقدروا نلعبوا بها شحال من تراك اللي غادي، يعني واحد النقطة اللي غادي تخصنا هنا لقدام. غادي نزيدو عندنا النوطة الأولى، أو ميم طون عندنا النوطة الأولى غادي نشوفو اللي قريبة ليها هي بطبيعة الحال تاهي غادي تخصنا، هادي هي سلاش جوج، قريبة لواحد هي سلاش جوج. عندنا النوطة الثانية بطبيعة الحال، عندنا النوطة الثانية باينة، وعندنا واحد النوطة اللي هي قريبة النوطة الثالثة اللي هي سلاش ثلاثة، هي هي النوطة سلاش ثلاثة. وعندنا النوطة الثالثة، النقطة الثالثة راه غادي تنفعنا حتى هي. بطبيعة الحال أي نقطة في هاد لي نوط لي شفنا غادي نحتاجو عندنا صفر سلاش واحد، واحد سلاش جوج، جوج بطبيعة الحال عندنا سلاش ثلاثة و ثلاثة، يعني هاد لي نوط لي هما باينين. بالنسبة للدير هنا صفر، بطبيعة الحال صفر يا خويا، عندنا سلاش واحد تاهي كنجيو تا لعند الحصار و كنديرو نوطة، تاهي كنحتاجوها. هنا واحد و هنا جوج. في حين ان الوسطيه عندنا فيها غير النقطه اللي هي خاويه، لكن راه نقدروا نلعبوا فيها حتى هي، عندنا فيها ديك سلاش واحد، وعندنا فيها واحد، وعندنا فيها جوج، يعني نقدروا نلعبوا فيها حتى هي. ولكن يعني كاينين دي مورسو اللي غادي نحتاجو في هاد البارتي هادي، مي يعني في العموم يعني هي كتلعب خاويه. دابا كما كتشوفوا عندنا في الطابلاتور عندنا واحد الحاجه اللي غادي تكون مهمه حتى هي، وغادي نحاول نمثلوها على الطابلاتور. الحاجه اللي غادي تكون جديده عندنا اللي هي تبرقيمه، تبرقيمه غادي نحاولوا دابا نطبقوها في الجيمبري ديالنا هنا لقدام، غادي نحاولوا نستعملوها حتى هي بطبيعه الحال، حيت هاد الاشارات هادو غادي يكونوا جداد عليكم. اللهم نبداو بهم قبل ما نبداو الطروحه اللي جايين ان شاء الله. تبرقيمه هي كتلعب بهاد الطريقه هادي، تبرقيمه معروفه. بطبيعة الحال ان يعني 0 0 يعني 0 0،
الثانية اللي هي صفر واحد كنجيو لتحتيها كنديرو نوطة الأولى قلنا في حين نقدروا نديرو نوطة الفوق يعني في الدير والتحتية خاوية هذا هو التمثيل ديال التبرقيمة اللي عندنا في الصورة واللي عندنا في الجمبرينا يعني الطريقة دابا غادي ندوزو لواحد الحاجة اللي غادي نحتاجوها كذلك في يعني في التمثيل ديالنا على الطابلاتور يعني واحد الإشارة غادي تكون جديدة ثاني اللي هي تبرويلة التبرويلة كما كنعرفوها التبرويلة هي جوج ديال الانواع لان التبرويلة الاولى اللي كما يعني مرسومة عندنا 0 1 صفر واحد اللي هي بطبيعة الحال عندنا اولا صفر في التحتية هي هادي وعندنا واحد هي هادي عندنا صفر وعندنا واحد باش نمثلو هاد التبرويلة يعني خصنا نديرو كيكون واحد البلوك هذه هي التبرويلة الأولى قلنا التبرويلة الثانية فيها واحد جوج هنا واحد جوج في حين أن التبرويلة اللي بغينا نديروها يعني كإشارة لك القوس يعني خصنا نديرو التبرويلة اللي هي البلوك في النقطة الثانية عندنا واحد صفر واحد صفر يعني غادي نديرو الاكس ديال الاولى عندنا الاولى اللي هي واحد هي هادي ولكن باش نديرو صفر هي هادي في حين اننا يعني لا شمال الاشارة كتعني يعني كنضربو في النقطة الاولى وكنجرو باش يكون عندنا هاد التبرويلة هادي نعاودوها هذا الشيء بالنسبه للناس اللي مازال ما عارفينش يعني التبرويله كي دايره في حين ان الناس اللي كيعرفوا ما علينا غير ان نتعرفوا على هاد يعني الاشارات باش نعرفوا كيفاش نقراو هاد الطابلات هذه هي الطابلات اللي كنا كنهضروا عليها كاملين اللي كنا كنتسائلوا عليها هذه هي الطريقه اللي نقدروا نقراو بها الطابلات ولا نقدروا نكتبوا بها الطابلات كذلك في حين يعني الناس اللي كانوا معنا من الاول يعني هادو هما الاشياء اللي غادي نزيدوهم بحال التبرقيمه وبحال التبرويله يعني اشياء اللي ضروري حنا نزيدوهم باش نحاولوا نطوروا معانا حيت كاينين شروط روحها ضروري اننا ندخلوا فيهم هاد التبرقيمه والتبرويل وشحال من حاجه التسرسير يعني شحال من حاجه اللي خصنا نزيدوها باش تطور مع الاله ونتحسن فيها على المدى القريب ايوا الدراري وصلنا للنهايه ديال هاد الحلقه هادي كنتمنى ان تكون نالت الاعجاب ديالكم هضرنا على شحال من حاجه بخصوص ديال الطابلاتور ريغلاج هضرنا على يعني لي نوت اللي هما مهمين واللي غادي نستعملوهم اللي هما جداد وغادي نستعملوهم من بعد بطبيعه الحال هضرنا على شحال من حاجه اللي غادي تفيدنا وكنتمنى ان الدراري كاملين يستافدوا بطبيعه الحال ويتحسنوا في الاله ديالهم ماذا بينا كلشي تعلم واللي حتى هو يعني شد في الاله ديال الجيمبري كنضرب لكم موعد اخر في الحلقه الجايه مع طرح جناوي اللي غادي يكون يعني من طلب ديالكم بطبيعه الحال ومن هنا حتى تما كنقول لكم صح الدراري